منذ عام 2014 لا زال ذو المغيبين الذين اختطفتهم الميليشيات من أهالي منطقة الصقلاوية شمالية مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار يعيشون مأساة إنسانية لا مثيل لها، وهم يبحثون عن مصير أبنائهم ولم تتوقف مناشداتهم حتى الآن، ولكن لم يجدوا آذانا مصغية من السلطات الحكومية في العراق. أهالي المغيبين قالوا إنهم خرجوا مع أبنائهم من منطقتهم في الثالث من حزيران عام 2016 قبل أن تقوم القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها بعزل النساء عن الرجال، ثم اعتقال الرجال الذين أصبحوا في عداد المخفيين حتى هذه اللحظة ولا أحد يعرف مصيرهم. أن نبحث عن ولدنا، ليهم يبحثون عن ولدنا المفقودين، احنا اهالي الصقلاويه. ولدنا طلعنا وياهم عن طريق البحكاش يوم 3/6/2016 منطقتنا الازرقيه. طلعنا يوم 3/6/2016 وطلعنا بطريق البحكاش، وصلنا الصقلاويه، احنا حضرنا واحد وزلمنا واحد. قلنا لهم يابا زلمنا، قال ما عنده شيء، ان ما عنده شيء، ندق حاسبة ونجيب لكم اياه. وإلي هذا يوم عثمان ندفهم ما نتوجه، وريدهم تبحثوا لنا عنهم بكل صورة، لازم ينطونا خبر عنهم ما نتوجه. أمهات وزوجات المغيبين اللواتي لم يبق لهن معيل بعد تغييب أبنائهن وأزواجهن أطلقن صرخة إنسانية وطالبن بالكشف عن مصير أبنائهن الذين لا زالت الحكومة تصم آذانها عن مناشدات ذويهم منذ عام 2016. من 2016 3/6/2016 يما مقبرة بعكاش، وما ندري عنهم وين. هاي صار 5 سنين واحنا ندور عليهم وما لقينا. خلي الريت من الحكومة الطيبة شوف لنا عنا اولادنا وين راحوا. سرحنا الامهات مظلومات والريت بلدهم، شوفوا لنا اولادنا. انا ما ضل عندي احد، 2 شهداء واثنين مفقودين. الله اكبر، الام هاي شنو ذنبها؟ تاحت وما عدا احد. الله اكبر، الله اكبر. دموع ذوي المغيبين لم تجد لدى ساسة الحكومات المتعاقبة في بغداد أو من يدعي تمثيل المحافظة أي اهتمام يذكر، ولم تحرك وجوه الصبية الصغار وهم يتلفتون يمينا وشمالا لعل آبائهم المغيبين يطلون من بعيد مشاعر الممسكين بزمام السلطة في البلاد.